تسعة معلم 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 معلم. لك انت هلا كيف بتفسر مواقفك بهالمرحلة؟ ليك بصراحة يعني أنا بعد التفكير وهيك هي الكلمة على راس لساني. بشو أول حرف؟ ليك هي بتبلش يعني هيك بحرف التاء. تنازل؟ لا 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 مش تنازل، هيك شيء غير يعني. بالتاء تخاذل؟ لا لا ولا تخاذل، لك هيك حلم هي تاء تاء شيء ما بعرف. تاء تاء يعني حسب ما أنا شيء تقهقر. لك لا يا حبيبي مش تقهقر، شيء كمان هيك ببلش بحرف التاء يعني. لك لا بس ما عندي أنت هلا كلمة وقفك تراجع. لا 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 هي ليك مش بالتاء تاء يعني، هي هيك تي 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 تي. إيه هيك شيء بتبلش بحرف التي. تجارة؟ هيها تجارة بيع وشراء يعني.